السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذه الحلقة سنتعرف هل يوجد حل لهذه المشكلة إن واجهتكم أحبابي في الله، وهي عندما نقوم بالضغط على زر الجرس يتم إقفال الدارة بشكل مستمر ولا يتم استخراج هذا الزر الذي يظهر أمامنا في الصورة عند الضغط أو الرنين على الجرس الداخلي في المنزل. على سبيل المثال لدي هذا البوتون بروسوار أو زر الضغط، سنقوم باختباره. لاحظوا عندما أقوم بالضغط عليه يتم إقفال الدارة بشكل مستمر كما تشاهدون بهذه الطريقة، ويبقى الجرس متصل بهذه الطريقة، وفي هذه الحالة قد يتسبب في حرق الجرس الداخلي إن كان من نوع آخر كما تشاهدون. حتى وإن قمت بالمحاولة عدة مرات فالزر يظل عالق مع الميكانيزم كما تشاهدون في هذه الصورة. إذا أحبابي في الله، هل يوجد حل لهذه المشكلة؟ هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو. أول شيء سنقوم بفتح الميكانيزم أو واجهة البوتون بلوسوار أو زر الضغط بهذا الشكل، ونلاحظ أحبابي في الله إذا في هذه الصورة المقربة يظهر لنا بأن الزر لا زال في حالة جيدة، ولكن نلاحظ أن هناك أوساخ متراكمة داخل الميكانيزم أو غبار. سنقوم بسنفرة هذا الميكانيزم بهذا الورق لأنه قد يكون هذا هو سبب المشكلة. لنقوم بتنظيفه سأقوم بتلفيفه على مفك البراغي بهذا الشكل، ثم أقوم بسنفرته بهذه الطريقة. سأدخله إلى الداخل وأقوم بتلفيف بهذه الطريقة. إذن هذا يكفي. سأقوم الآن بمسحه وإعادته إلى مكانه هكذا، ثم أقوم بالاختبار مرة أخرى. إذا الآن أصبح الزر يعمل بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة. أما أنتم أحبابي في الله، إن لم تنجح معكم هذه الطريقة فما عليكم إلا تغيير هذا الزر وإعادة تركيب زر آخر جديد فقط من خلال مشاهدة الفيديو التي سأترك لكم رابطه في أسفل الفيديو إن أردتم تركيب زر الضغط جديد. أما أنا فقد نجحت معي، ويمكنكم كذلك اختبار هذه الطريقة، قد تفيدكم أحبابي في الله. كان هذا كل شيء أحبابي في الله في هذا الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلنا بالضغط على زر لايك، وأدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.